ورجعنا مع مطبخ رؤيا. شو شاف الكباب استوى؟ طبعا بس بنحب نذكر هذا برنامج برعاية نبيل، برعاية طرانجر فلونا، وكمان برعاية ليدرز والآن بدنا نضيف مرق الدجاج على السوب. السوب عندي بتغلي، يلا معلش جيت اضي بتصير مرات طبعا مطبخ. هاي اضفنا هون طبعا مرق الدجاج، والآن بدنا نضيف شوية من الباستا. ممكن نستعمل أي نوع باستا، عزيزي استعملوا أي نوع باستا. عندكم لما نستعمل باستا صغيرة لهاي الشوربة الطيبة، بس ممكن نستعمل أي نوع باستا إحنا بنحبها ومنفضلها. هي طبعا تقريبا ما بدها كثير طبخ، فبنضيف الباستا وبنخليها حتى تغلي. حتصير في عندي كمان بعد شوية سوب كثيفة. كمان أضفنا حوالي 3 ملاعق من الزعتر الأخضر الطازج، فرمناه حتى نعطي النكهة الإيطالية الطيبة. الآن بعد ما شوينا الكباب ورفعناه من المقلاة، مقلاة فلونا، رحين نبدأ في تجهيز الإسكندر صوص. أول شيء نضيف البصل ونبدأ عملية التحريك. بعدين الحلو انه عم تستعمل كل شيء خضره، انا مبسوطه. خضره مش انا كثير بحب الخضره، بكره مبسوطين مبسوطين خضره، لا خاصه بخشار رمضان. بعدين الحلو ملون. اوكي معنا روان. الو مرحبا. اهلا روان، كيفك؟ تمام تفضلي. معلش سؤال. تفضلي. السؤال ايش يعني جورمي؟ يعني من ذوق ذواق. ذواق يعني شيء مرتب. هيك ششناكي. اوكي روان. اوكي حبيبتي، دخل اسمك بالسحب. بدي اسلم على الشيف. تفضلي. اهلا وسهلا روبا، كل عام وانتم بخير. كيفك شيف؟ بتشرف. اهلا وسهلا، كيف حالك؟ يسلموا ايديك على هالاكلات الطيبه. وديك يا رب. اهلا وسهلا. بدي اقدموا البرنامج بعد الفطور بيكون احسن. بعد الفطور وصل يعني. عشان تحضروا. عشان تطبخوا بالضبط. نعطيكم افكار احنا. بتحضروا ثاني يوم. بتحضروا ثاني يوم. على كل حال البرنامج بنعاد على 2:30 بالليل. بشوفه والله. طيب ممتاز. كويس. الوصفات تنزل على اليوتيوب كمان. كمان موجودة. تحياتي، كل عام وانتم بخير. بدينا في تجهيز قلية، طبعا نفس الزيت اللي شوينا منه الكباب، ظل كباب طبعا جورميش كباب من نبيل، ظل في عندنا شوية زيوت وبواقي الشوي. حط بصل. ما بدنا نسوي جريفي، بدنا نعطي النكهة. أضفنا البصل، والآن رايحين نضيف الفليفلة. الفليفلة كثير فيها، سمعت إنه الفيتامين سي بالفليفلة أكثر من البرتقال. أكثر من البرتقال. صحيح؟ صح. فيتامين سي بالفليفلة. كثير فيتامين سي مهم جدا. غير الألياف وغير في مواد مضادة للأكسدة، فيعني يعتبر خليط كثير منيح، خاصة للناس الجايين. حكوا دائما بنحكي إحنا بدنيا دنيا كل خضرة كل خضرة، بنقدر ندخل كمان الخضرة المطبوخة بأكلاتنا. طيب كثير نعم. إذا هون أضفنا مجموعة من. أوكي شو حطينا؟ أضفنا شوية ملح وشوية فلفل. والآن ما بدنا نطبخ الخضرة كثير. يعني حطينا البصل وحطينا فلفل أحمر فلفل وأصفر وأخضر. بالضبط. بس ما بدي أطبخ الخضرة كثير، بدي أخلي فيها. أكيد هذا كثير حلو برضه من أشياء بالتغذية اللي كثير مهمة، شوي الخضرة تقرش. نعم، في تكنيك إيطاليا اسمه الدانتي، يعني ما تكونش مستوية الخضار كثير، يكون فيها حلو. شوية قرش هيك. طيب. أوكي آيات معنا. هلو. ألو. أهلاً آيات. مرحبا. أهلين. أهلا وسهلا. كيفكم؟ تمام. أهلا وسهلا. دلال مش آيات، دلال. دنال. دلال. 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 عجبت أسامي يا دلال. أهلا وسهلا. دلال من السلط، كيفك يا شيف؟ هلا هلا. شو أخبارك؟ يا هلا بيكي بالسلط. سلموا عليكم. الله يخليك يا هلا وسهلا. على طول نحن بنقول ما بيش أحلى من السلط. أكيد. والله كل المحافظات ما شاء الله عليها، أهلا وسهلا. عطول احنا بنحبكم وكثير متابعين لتلفزيون رؤيا. نعم اسمعيني، يا ريت شوي بس توطي صوت التلفزيون حتى في تواصل. وصيته لانه بيعطي الصدى عندكم. بالضبط بالضبط. اهلا وسهلا، تفضلي. بدنا نشارك بس نفسي اربح، يعني كثير بحكي معكم ولا مره ربحت. يا رب تربح يا دلال. ان شاء الله تربح. انا بعرف رؤيا كريمه يعني على القليله ربحوني. لا ان شاء الله تربح. تربحي دلال. يلا مثل نيجي من صرت على عمان نشوفكم نكتب شفتكم. هي دخل اسمك بالسحب. اكيد. تسلم يا رب. اهلين. اذا الجورمي صار جاهز والصلصه صارت جاهزه، فخلونا مباشره. في عندنا تليفون ثاني شيف. يلا هلو. يلا جيب. الو. الو اهلا مرحبا. اهلين يعطيك العافيه. اهلين ايات، شو اخبارك؟ تمام كل عام بخير. انت بخير، رمضان كريم. الله اكرم. أهلين علينا وعليكم طبعا، ويعطيكم العافيه انتو شيف كمان. تسلمي. الله يعافيك. يا رساله حابة تشاركي آيات؟ طبعا تفضلي. بس شو هي السؤال؟ ايش يعني جورمي؟ يعني في منتجات نبيل عائلة اسمها الجورمي، واللي طبعا عائلة الذواقة، يعني الذواقة. من الناس يعني صراحة. اوكي آيات دخل اسمك بالسحب.
يعني ليلى المخرج بتحكي لنا غشق غش شو عادي يعني. شهر رمضان يعني بدنا نربح يعني اذا بدنا نربح الكل مش الفكره يعني السؤال فكره المشاركه واهلا وسهلا فيكم اعزائي استفيدوا من الوصفات الزاكره اكيد اكيد اذا نسكب الجورمي الان لين هلو لين هلا اهلا رمضان كريم الله اكرم اهلا وسهلا فيكي تفضلي اهلا فيكي المسابقه اسمها الجواب المسابقة جوابها الزواق أوكي 100% أهلا وسهلا لي أهلا وسهلا دخل اسمك السحر إذا نحن عملنا خليط أو صلصة طيبة كثير مكونة من البصل وزيت الزيتون مع قليل من الفليفلة الملونة الجميلة اللي مليان فيتامين سي شوينا جورمي شيش كباب بالنبيل باستعملنا مقلاة فلونة والآن بدنا نزينها نضع شوية بدي أعمل بيواز اللي هو طبق طبعا عبارة عن طبق أو هو سلد مش طبق سلد تركي وكل طبق تركي اليوم على فكره تركي فبنجيب شويه من البقدونس ما تفرموه بشكل انيق وبشكل ناعم خلوه هيك فيه شويه عشوائيه مش مشكله وكمان الكباب بتركيا شو طبعا بره تركيا كثير بس والله مش كل المحلات في محلات طيبه كثير ولكن في محلات انا حسيتهم هيك يعني عن جد تركيا انه اهل الكباب نعم اكلهم زاكي في عندهم اكلات زاكي خاصه لحمه بعجين لحمه بعجين طيب كثير انا دقت الكباب بتذكر حبيته كثير اوكي نقول الو يحيى الو السلام عليكم وعليكم السلام الله يعطيك العافيه الله يعافيك يعطيك العافيه شيف نضال اهلا وسهلا يا هلا يا هلا منور الله ينور علينا وعليك والله انت اللي منور يا سيدي حبيبي حبيبي مستعجلين شويه على الافطار قد ما شفنا الاكل الطيب هذا الله يخليك يا رب يا هلا يا هلا الله يسلمك يا سيدي ان شاء الله الجواب الذواق 100% اوكي يلا يلا دخل اسمك بالسحب اذا هون عملنا شويه بقدونس شويه بصل فش معنا شويه فلفل فش معنا شويه ملح وكمان في عنا شويه سماق وبنحكي لهم نخلطوا صاروا هيك جاهزين وبعدين نحطهم على وش الكباب ما بنغطي الكباب خلي الكباب منظره مبين بهالشكل الجميل وهيك صار عندنا اسكندر كباب ممكن نزين بقليل طبعا من الصنوبر المحمص وهيك بصير في عندنا جاهز انا طبعا لابس كفين كفتين مشان ما اتغلبش عجبتني التكنيك قلت لي هذا تكنيك مش فرنسي ولا ايطالي تكنيك عربي تكنيك من نبيل اذا الطبق صار جاهز جورمي شيش كباب من نبيل ولا همك ولا اطيب والسر وين بالخلطه بالخلطه اكيد اوكي نرفع الطبق هذا هون السوب بدها شويه تقريبا ما بدها كثير خلينا نشوف السوب مشان بعد شويه هلو معنا عزية أهلا عزية تفضلي مساء الخير مساء النور أهلين رمضان كريم الله أكرم كيفك يا شيف أهلا وسهلا كيف حالك الله أنت بخير تفضلي بدي أشارك بالمسابقة يلا نسمعك طبعا هي الإجابة الذواق الذواق أوكي وشكرا لك على منتجات نبيل امبارح جربناها عن جد كيف بالبيتزا البيتزا طيب كثير عميت الفرن وكله تمام؟ معني بتعمل رجيم وبحكي بديش أكل بس شميت الريحة لا بتشهي خلاص ما هو يا ست السر بالخلطة جربيها بتجنن أكيد أكيد عن جد لا يعلى عليها منتجات أهلا وسهلا بسعدني بشرفني شكرا لك كثير معنا. شكرا لك ربا أهلين أهلا وسهلا إن شاء الله تربحي إن شاء الله إذن هون السوب جاهزة وكباب شيش كباب جورمي من نبيل عملناه مع اسكندر صوص جاهز والآن بدنا نسكب الشوربة بعد شوية وبعدين نبلش في تحضير الأطباق وآخر شيء حنسوي مخفوق الموز بالحليب وقديش مفيد هذا المخفوق أكيد لأنه حليب كالسيوم موز بوتاسيوم عم ناخد ألياف في ناس بيخافوا من الموز الموز ما بيخوف في ناس بيفكروه أنه بنصح على الموز الحبة الصغيرة تقريبا 89 سعرة حرارية بتقدر تاخدها أي بديل من الفواكه الثانية حلو خاصة لمرضى الارتفاع ضغط الدم بيقدروا ياخدوا الموز لأنه البوتاسيوم كتير بيساعد على تنظيم بس اللي بيسووا دايت إنه الموز لا ولا مزبوط يعني غلط أنا بعمل دايت ونحط موز بس كله باعتدال هاي معلومة جيدة معلومة جيدة في فرق بين موزة وبين كيلو موز أكيد أو قطف أو قطف موز كله باعتدال خلصت الشوربة السوب صار جاهز الآن بدنا نسكبها طبعا شوف كيف الباستا او المعكرونه استوت استوت منظرها بشهي حطينا بازيلا كمان ريحه مش طبيعيه مع الزعتر شهي ممكن طبعا ناكلها او نقدمها مع الخبز المحمص جارليك بريد نجيب خبز فرنسي
نقطعه نعمل له عملية شوي بالفرن على السلمندر مع شوية ثوم أو جبنة كمان بارميزان تطلع بتشهي. ممكن تكون وجبة كاملة كمان هاي لأنه على الباسة. فيها بازل. هلا ممكن تحط فيها مثلا لحم مفرومة أو قطعات فيك بتصير عندك وجبة كاملة من نشويات وبروتين وخضار. أهم إشي الخضار المنوع، كل ما كان في ألوان بالصحن كل ما كان في فائدة أكثر، هاي قاعدة يعني نمبر 1 إذا بنحكي. ولسمعتوا كمان إنه الخضار الملونة فيها فيتامين أكثر؟ في ما هو لأنه ما في نوع من الخضرة بيعطيك كل الفيتامينز صح اللي أنت بدك إياه، يعني كل ما نوعت كل ما أخذت أكثر. وإنه فيها تقول يعني أنا سمعت الأحمر والأخضر كله بيرجع لصبغة الكاروتين. في مادة الكاروتين موجودة بالجزر، حلو في حلو. مادة مضادة للأكسدة، وفي مادة اسمها الأنثوساينين موجودة بالأشياء اللي لونها بنفسجي زي علم التوت علم هذا التغذية الباذنجان. طيب هلا معنا تليفون محمد من عجلون. السلام عليكم. اهلا السلام محمد. محمد اهلا تفضل. الله يسلم ايديك على الاكلات الطيبه. اهلا وسهلا يا حبيبي. تفضل محمد تشترك في المسابقه. جواب بالذوق. اوكي محمد دخل اسمك على السحب. دخل اسمك على السحب. السوب جاهزة، نرفع السوب كمان نقدمها على طول التقديم. إذا صار في عندنا جورمي شيش كباب من نبيل جاهز، وكمان عندنا السوب المنستروني السوب صارت جاهزة. أعزائي معنا فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع الشيف ربا ونكمل السلطة ومهلبية خبر الدين. نشوفكم بعد الفاصل.